السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح ندير فيه التدبيره اللي درتها في قناتي اللي راحت لي القناه الاولى، ولقيت بزاف اخوات متمسكين بهذه الوصفه وماذا بيهم يعني تكون في القناه. اليوم راح يكون فيها تجديد، راح نبدل الصابون اللي خدمت به. الوغ اللي مش راح نديرو، راح نديرو سائل اللي نغسلو به الملابس، نعاونو به، ماشي اللي نغسلو به، نعاونو به باش نقتصدو في السائل وباش نتحصلوا على نظافه امبيكابل، سورتو بور لي تاش توناس، البقع اللي تكون صعبه. انا اول وصفه درتها لكم بصابون الطرف، صابون حجره، هذا الصابون الجزائري اللي ما كاش دار ما فيهاش هذا الصابون، لكن يعني بعد ما اكتشفت صابون سيدو اونتي تاش انا راح نجرب معاكم هذه الوصفه. اوليو ديتيليزي هذا راح نستعمل هذا بور بلوس ديفيكاسيتي، معناتها باش نتحصل على نتيجه احسن. علاش البنات هذايا باغابوغ على هذا ينحي لي تاش، عندو الرائحه ديالو مانيفيك، اون بلوس لي مان تاعنا يخرجوا فريمون رطوبه، يعني جامي حرش لي يدي، والحمد لله يعني كاملتك جربته وتعرفت به وفرحت به. الوغ واش نسحقوا البنات، انا دوك هدايا طرف تاع الصابون راح نسكرفجو ونعاود نولي لك. شوفوا البنات ها هو ليك سكرفجت طرف تاع الصابون ديالي، فيه واحد الرائحه يا البنات فريمون منشبعش منها. ليسونسيال عندنا طرف تاع الصابون ها هو ليك، رانا سكرفجناه. واش نسحقوا؟ نسحقوا ما يغلي، ها هو ليك انا غليت هنا ريتلا ونص، وريتلا راهي لهيك نسحق زوج ريتلات ونص كيما الوصفه الاولى اللي درتها تماما، لكن انا هنا ما على باليش شحال راح تاخذ لي هذه الوصفه يا اخي. الوغ واش نسحقوا؟ نسحقوا خل بنات ابيض، ماذا بكم يكون افيك الكول ولا ما لقيتوش معليش، المهم خل ابيض. دوك نمد لكم الكميه. الوغ اول مرحله بسم الله الرحمن الرحيم ندير الماء درجه الغليان، ها هوليك هذه ريتلا ونص وهذه الريتلا، سكيفي كلش زوج ريتلات ونص، ونقعد نخلط هكا بالفوي حتى نشوف الصابون ديالي داب تماما تماما. ها هوليك شوفوا البنات لو ليكيد تاعنا، شوفوا ها شوفوا شوفوا كيش ولا جامد. انا هنا اول مره راح ندير معكم هذا الصابون، انا بالي بلي مت النتيجه، لكن كل صابون لازم نعرفوا له الكميه تاعو باش هكذا اي صابون يعني حجره ولا صابون كيما هذا سيدو تعرفوا ديروا له الميز ديالو. دوك كيما انا هكا جمد لي، شوفوا ها هو شوفوا. الوغ واش ندير انا هنا؟ ريتلا ونص تاع ما سخون، بسم الله ها هي ليك، باسكو على بالي بلي ومن بعد كنشوفوا نزيد له ولا لا لا. الوغ واش راح ندير البنات؟ راح نستعمل هذا لو بغا ميكسور باش نحاول انني باسكو كي تشوفوا الصابونه وليك جامد، نحاول انني نخليه كاملتك يتحرحر، واللي ما عندهاش هذا كاريمون تبدا بالفوي وتوسع خاطرها، ها توسع خاطرها حتى تشوف الصابون ديالها داب في الماء. ومرفا انا في الوصفه اللي مديتها لكم في قناتي اللي راحت لي كنت نستعمل الزيت العطري، كوم هنا جي با بوزوان زيت العطري باسكو هذا الصابون ديجا عنده اون بون اودور. درك انا نميكسيه كامله ونولي لكم. شوفوا البنات بعد ما ضربته كيفاش ولا جاري، سكيفي دوك انا هكا ما نقدرش نحكم عليه انا، خطرش كيفاش نعرف الكميه الماء باش نحبكم ما تتقيدوش بوصفه معينه. كيفاش تعرفوا محتاج الماء كيجمد؟ معليش كيجي ليكيد ماذا بينا، حنا المهم ليفيكاسيتي تاعو. كيما انا دركا ها هوليك راني يعني ضربته ولا ليكيد، ها هوليك كاس تاع خل فوالا، انا مازال ندير كاس واحد اخر لكن حتى كي نشوف نكمل نضربو هكذا، نكمل نضربو ونخليه يعاود يبرد ونشوف القوام ديالو كيفاش يولي. ولا لقيتو خلاص يعني ولا جاري جوبونس با، على بالي بلي مازال محتاج الماء، درنا زوج لي ثلاثة ونص وزدنا لي ثلاثة ونص نشوف القوام ديالو هكا. انا تالما مرفا نخدمو، انا هاد الوصفة نديرها يعني من قديم الزمان وما نقدرش نستغنى عليها، سورتو كي كنت نربي دراري صغار حوايجهم لي طاش شوكولاك وتعرفو سكيفي تعاون. بصح هادي نقولو نعاود البنات ماشي هي اللي نغسلو بها، دائما يكون عندنا لو ليكيد تاعنا هادي نحطوها مع الحوايج كيما كي كنا نديرو زمان، نطلو الصابون في الحوايج ومن بعد تيك يعني نحكوهم ونحطوهم في الماشينة، هذا يعني ينقص لنا شوية. شوفوا البنات هنايا ها هوليك راهو دافي مازال ما بردش 100%، شوفوا القوام ديالو هاكو تشوفوا معايا كيما القوام تاع السائل اللي نغسل يعني اللي نشروه. واش ندير انا هنايا؟ نزيد الكاس الثاني اللي حبت القوام ثقيل على هكا باسكو انا هذه اول مره ندير له يعني الميز ديالو الكيل ديالو، تقدروا ديروا
أربعة ونص، بيسك حنا درنا زوج ونص وباك زدنا رتلة ونص. سمحوا لي البنات، درنا كلش أربعة، صافي نقدروا نديروا ثلاثة ونص، اللي تحب قوام ثقيل على هكذا يا اخي. ها هوليك. وهنا بيان سور زدت له انايا الكاس تاع الخل. فوالا دوك انا واش ندير، نزيد نضربو تري بيان بالميكسر. شوفوا ها هوليك، هنا كي تمسو هكا راهو دافي، شوفوا قوام ايديال. الوغ دوكا تي كنفهمكم واحد الحاجه البنات، كيفاش نتعاملوا مع هذا السائل. انا قلت لكم ما الفا نديرو بصابون حجره، اليوم درتو بهذا لونتي تاش. هنا كي نقراو البنات يقول لك نقدروا نغسلو به، شوفوا ها هوليك، نقدروا نغسلو به باليد ونغسلو، نقدروا نتعاملوا معاه يعني نغسلو باليد ونغسلو بلا ماشين. سكيفي اللي خدم هذا المنتوج يعني داروا سبيسيال ماشين نورمال. حنا ديجا بالعاده كنا صابون الطرف كامله نطلو في الحوايج قلت لكم ونغسلو به. الخل البنات نو سولمون يعقم، وزيد اون بلوس ما يخليناش الصابون ديالنا يدير الرغوه، على بالكم الرغوه هي اللي تفسد الماشينه يا خي البنات. هكذا نستعملوه بلا خوف، لكن انا جامي استعملته غير هو. كيما انا باغ اكزومبل نسمع لو برودوي ديالي دو ليسيف، ندير عادي بوشون ونص ومن بعد تيك هنايا، ولا درتوه شويه كونسونطري على هذا ديرو بوشون واحد سينو زوج بوشونات، ندير به ان بري لافاج، ندير به حصون تلقاوه كي الحسنه. انا في القناه الاولى ديالي درت هاد لا بريباراسيون بصابون تاع الطرف، وش نقول لكم فرحوا به البنات وسياوه وقعدوا يعني سنين هما يستعملوا فيه، ما يفسد الماشينه ما يدير حتى حاجه، او كونترير يعطينا نتيجه احسن. لكن هنا انا كي نحط في لافلانج نحط الحوايج ديالي، ندير مع الحوايج هدايا، وفي القجر ندير بيان سور لا ليسيف لي مارفا نغسل بها، باش يكون تعاون يعني التعاون تاع هاد لي دو ليسيف يعطينا النتيجه اللي نحبوها كامله، هذاك لوناج يكون بروبر نقي يشعل شعيل. هنا حبيت نقرب لكم باش تشوفوا النتيجه ديالو، شوفوا كيفاش يجي، شوفوا طرف صابون واحد واش دار لنا. بزاف اخوات قالوا لي اسكو نخدموا الخليط اللي درتيه لنا، يباني خدمته قدامكم. 4 ريتلات طرف صابون دار لنا 4 ريتلات، راكو تشوفوا القوام ديالو، ها ماشي ترونسبارون، يعني بالنسبه ليا هذا هو 4 ريتلات سي ليديال. ولي حباتو شويه دقيق على هكذايا تنقص ريتلات نص ريتلا ولا 4 ريتلا، وهي تتحصل على القوام اللي راهي حباتو. يا خي البنات هذه هي بالنسبه يعني الوصفه ولا التدبيره اللي طلبتوها مني. دوكا البنات اخر حاجه نديرها نعمر لو ليكيد ديالي في هذا البيدون اللي تعرفوه كامله نورمالمون، دائما نغسلو نعاود نستعملو، علاش غارديتو؟ انا كنت نستعمل زمان اورو، واحد لا مارك يسموها اورو، كانت تجي هكذايا بيدونه كبيره، سكيفي غارديتها مقصد قصه. واش ندير تانيك هذا لو بغا ميكسور هدايا نغسلو تري بيان، ومن بعد نحكم طاس فيه الماء والخل، نضربو في الماء والخل ونخليه نقعو واحد النص ساعة باش نديزانفيكتيه تري بيان، باسكو ما تنساوش انا استعملنا في الصابون. كيف كيف نفس العملية مع الفوي ومع الغراف. وشنو تانيك البنات على بالكم بيدونا نحكي لكم، زمان كنا قاعيتي شكوني ما كانوش نحجروا الماء، ما كانش في العين، مالا كانت امي الله يرحمها كانت واقفه علينا على النظافه تاع البيادن، تقولنا غسلوا تخي بيان البيدون، ما كانش زعما تخرجي البيدون تروحي تعمري برك الماء. في زمان كان البولونجي يخرج لنا تويو، نروحو وين نلقاو تويو نروحو نعمرو الماء. مالا تي كانت تقولنا اياكم، كانت دير لنا الكونترول قبل ما نروحو يعني نجيبو الماء، تعسلنا هادو التفاصيل منا، وكانت تقول المراه نظيفه تبان من بيدونها، ما كانش سكيفي كانت المراه اللي بيدونها شويه مضبب ولا معناتها مسخه. هذه هي دوك نعمر لو ليكيد البنات ونولي ليكم. البنات راهو ليك لوكيد تاعنا راهو ليك واجد. قبل الاستعمال البنات ما عليكم غير تحاولوا انكم تخلطوا هكذا لو ليكيد قبل الاستعمال. بصابونه وحده طرف تاع صابون اونتيتاش درنا كميه اللي راكو تشوفوا فيها، تعاوننا بيان سيغ وتخرج لنا لولانج ديالنا يشعل شعي. بالنسبه للخل، هذا الخل محال ما تخدميش به، المحال الخل ضروري في هذه الخلطه. ديجا البنات الخل وحده اكو شتو ينحي الكالكير من الماشينه، ينحي هذوك الترسبات. كيف احنا واش درنا دو زونا، خدمنا لو ليكيد ديالنا بصابون اونتيتاش وزدنا له الخل، يكون بلوز افيكاس ويحافظ لنا على الماشينه ديالنا. وزيد اون بلوس ولا مارفين مثلا لو ليكيد اللي نشروه نشرو مره في الشهر، نونو
نشرو مره في شهرين ولا مره في شهر ونص. سورتو هذه التدبيره تليق للنساء اللي عندهم دراري صغار ولي فامي نومبروز، يحليلوا شعيه يعني يشريو. انا علاش هاد لو برودوي عجبني؟ نو سولمون يغسل تري بيان، وزيد اون بلوس الثمن ديالو مليح بارابور على ليفيكاسيتي تاعو. هذه اخواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم اللي طلبتوها، بيان سور كانت عجبتكم وكانت نفعتكم، ونقول لكم حبيبه قلبي الى فيديو واحد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.